مساء الخير. خلينا بس نتفق كده في الأول إنه في حاجة من اتنين، لو في حاجة عاجبة حضرتك وكله تمام يبقى مفيش داعي نغيرها، ولو في حاجة بقى مش عاجباك ومضايقاك وبتشتكي منها على طول يبقى أكيد لازم تغيرها. بس كده واضح. إنما تبقى حضرتك بتشتكي من الحاجة ليل نهار وفي نفس الوقت بترفض تغيرها، فدي حالة صعبة شوية. لا، هو مش شوية، ده كتير بصراحة. كتير إن حد يقعد سنين طويلة يشتكي من مستوى التعليم والمناهج ومأساة الثانوية العامة والمواد المؤهلة والمجاميع والغش الجماعي و و و و و وبعدين تقول له طيب تعال نغير الوضع، تعال نغير الوضع ده كله، فيقول لك لا معلش أصل الموضوع مش عاجبني. طيب ليه يا فندم؟ يقول لك أصل أنا قريت على الفيسبوك كلام خطير ومثير، وسمعت كمان بقى من مراتي على جروب المامز كلام أخطر. إيه؟ أنا بصراحة عندي مصدر واحد بس أحكم بيه على أي موضوع، هذا المصدر هو كلام خبراء المجال في هذا الموضوع. لو في الطب هروح أشوف دكتور عنده خبرة، لو في الآثار هشوف خبير أثري مرموق، لو في التعليم برضو معلومتي هاخدها من خبراء التعليم. أكيد مفيش مانع أنه يكون في اختلاف وجهات النظر بين الخبراء، طبيعي ممكن يكون الرأي ده صح وممكن برضو الرأي ده يكون صح، ولكن في الآخر هيكون في نقاش، والنقاش ده هيوصل لمعلومة واضحة ومفيدة ومهمة. إنما بقى خبراء جروبات الماميز اللي ممكن تلاقيهم بره لجان الامتحانات بيحاولوا يغششوا عيالهم، اللي شايفين انه تعليمهم مجرد محتاجين منه شهادات نبروزها على الحيطة نستخدمها، والعيل والواد راح يتجوز او البنت راح تتجوز، هو ده التعليم بس عندنا للأسف، دي وجهة النظر من التعليم ان انا اخد هذه الشهادة. كل ده ليس له علاقة بالتعليم من قريب او من بعيد. التعليم اللي بجد، التعليم اللي ممكن يغير مصير أمة، التعليم اللي ممكن ينقلها نقلة تانية خالص، هو ده التعليم اللي احنا النهاردة عاوزين نتكلم عنه، وبالتحديد التعليم الفني الذي يمكن أن يكون قاطرة التنمية في مصر. التعليم الفني نعم هو قاطرة التنمية في مصر. أهلا بكم مصر جديدة.